أفادت وزارة الخارجية الأردنية أن وزير الخارجية أيمن الصفدي أجرى اتصالات مع نظرائه في كل من فرنسا وبريطانيا والسويد وأسبانيا وروسيا، إضافة إلى مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل لمناقشة الأزمة السورية. لنتابع التقرير. بعد استضافتها لاجتماع تشاوري لوزراء خارجية عرب الاثنين الماضي لبحث الأزمة السورية وعودة سوريا إلى الجامعة العربية، تكثف الأردن مشاوراتها واتصالاتها لتحقيق تقدم في هذا الشأن ومحاولة إيجاد دور عربي لحل أزمة سوريا في إطار مبادرتها التي أطلقتها العام الماضي ضمن ما يعرف بخطوة مقابل خطوة. وزارة الخارجية الأردنية أفادت في بيان أن وزير الخارجية أيمن الصفدي أجرى اتصالات مع نظرائه في كل من فرنسا وبريطانيا والسويد وإسبانيا وروسيا، إضافة لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل لمناقشة الأزمة السورية ومحاولة البحث عن حلول لها. وبحسب بيان الخارجية الأردنية، فإن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أكد للصفدي ضرورة التعاون لتحقيق سلام دائم وشامل في سوريا، مبينا أن هذا يتفق مع العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، معربا عن شكره للأردن التي استضافت الاجتماع التشاوري لبحث الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية. وأوضح بيان الخارجية الأردنية أن الصفدي بحث خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نتائج اجتماع عمان التشاوري حول سوريا، مؤكداً على أهمية المسار العربي الذي أطلقه الاجتماع للعمل على حل الأزمة السورية ومعالجة تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية وفق المبادرة الأردنية والسعودية والجهود العربية الأخرى. وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مايكل ماكول قد عبر عن قلقه العميق إزاء التحركات الأخيرة التي تهدف لإعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية، مطالبا الدول العربية بعدم التطبيع مع الرئيس السوري بشار الأسد الذي وصفه بالقاتل لشعبه. حول هذا الموضوع من عمان أرحب بأيمن الخطيب محلل سياسي. أهلا بك سيد الخطيب في برنامج حديث اليوم وعلى شاشتها. يعني بيانات وزارة الخارجية الأردنية تخرج تباعا حول الملف السوري مؤخرا، يعني أو البارحة كان في حديث على أنه في اتصالات مع الدول العربية، اليوم اتصالات مع الدول الأوروبية يعني ممثلي الاتحاد الأوروبي. ما المؤشرات التي تقدمها اليوم إلى اليوم المساعي الأردنية، وإلى أين وصلت اليوم المساعي الأردنية في حل الأزمة السورية؟ مساء الخير وأهلا وسهلا فيك عزيزتي. الحقيقة أنه الأردن اليوم يقود جهود كبيرة في إعادة ترتيب الملف السوري وبشكل واضح، وهذا له أسبابه الاستراتيجية والأمنية والسياسية. حساسية الموقع الجيوسياسي الأردن و عمق علاقته مع الدولة السورية تفرض على الأردن نوع من الانتباه السياسي والأمني. لذلك الأردن رأى أنه النهج الذي كان سابقا في التعامل مع سوريا لم يعد ممكنا. الدولة السورية فرضت اليوم واقع جديد يؤكد بشكل واضح أنه لا يمكن تجاوز الدولة الوطنية السورية، لا يمكن تجاوز بشار الأسد، هو موجود في الحكم والحكومة السورية موجودة والدولة السورية موجودة وتحالفاتها التي نسجتها هي التي تقول اليوم كلمتها في سوريا وفي خارج سوريا. لذلك بعد مرور أكثر من 10 سنوات على الأزمة السورية يبدو أن الدول العربية تحاول اليوم اتباع نهج جديد، وهو نهج الخطوة مقابل خطوة في محاولة لتليين مفاصل العلاقة مع دمشق. الأردن يريد ترتيب تفاهمات تتعلق بأمن القومي، وأعتقد أن القمة المصغرة التي حدثت في عاصمة عمان قبل يومين كانت واضحة في بيانها الختامي، صحيح، اللي هو ترتيب موضوع عودة اللاجئين وتوفير الخدمات اللوجستية والمادية لعودة اللاجئين السوريين إلى سوريا، وأيضا عملية التهريب. ومنذ فترة الأردن يقود حملة شرسة ضد تجار المخدرات الذين أغلبهم يأتون من الأراضي في جنوب سوريا. لماذا تلجأ الأردن للدولة السورية؟ هذا يعني أعتقد في تقديري أن الجنوب السوري
يشكل خاصرة رخوة للأردن، ومن يتحكم في الجنوب السوري هو يعني إيران بفصائلها الموجودة، وأيضا تحت مظلة الغطاء الروسي. ولهذا أيضا ذهب أيمن الصفدي وأطلع موسكو على نتائج قمة عمان، لأنه من يقرر في الجنوب السوري هو فعليا روسيا وإيران، والأردن تريد على الأقل تسييج الشمال الأردني جنوب سوريا بنوع من الضمانات وإجراء تفاهمات أمنية تتعلق بحق التهريب وتتعلق بضمان عودة اللاجئين السوريين إلى الأراضي السورية. إذا الجنوب السوري هو خاصرة رخوة كما وصفتها سيد أيمن، بالنسبة للأردن يعني تسيطر عليها إيران، والأمس كان الرئيس الإيراني في دمشق بترحيب حار يعني كما شاهدناه على شاشات التلفاز. طيب سأعود لهذه نقطة إيران، والمشكلة اليوم هي إيران بالدرجة الأولى في سوريا بالنسبة للدول العربية، ولكن اليوم الجديد بأن الأردن تجري اتصالات مع الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي، وكما نعلم في عقوبات على سوريا من دول أوروبية والاتحاد الأوروبي إلا إذا قررت سوريا بأن تطبق القرار 2254. ولكن بحسب يعني بيان وزارة الخارجية الأردنية فإنه اليوم كان في حديث بأنه من وزير الخارجية البريطاني أكد بأنه ضرورة التعاون لتحقيق سلام دائم وشامل مع الأردن، وأن العملية السياسية التي تقودها الأردن تتفق مع العملية التي تسيرها الأمم المتحدة. كيف من الممكن أن نفهم هذه النقطة خاصة بموضوع العقوبات، وخاصة بموضوع بأنه بند الحكم الانتقالي لم يرد في هذا المسار الذي تقوده الأردن حاليا؟ حضرتك ذكرت خلال كلامك بأنه كان في بندين، بند اللاجئين وبند عمليات التهريب، واعذرني على الإطالة. لا ابدا، لكن خلينا نكون واقعيين جدا. اليوم الاتحاد الاوروبي مش الاتحاد الاوروبي سابقا، واليوم العالم يتجه اكثر الى الشرق. اوروبا تعاني من مشاكل، واعتقد انها مشغوله في ترتيب قارتها وفي ترتيب وضعها مع روسيا. اتفق انه التحرك الاردني وتحرك الدول العربيه حدث على الاقل بغمزه من واشنطن، يعني لا يوجد تحرك عربي الا ضمن مظله واشنطن، لكن سياسه امريكا في منطقه الشرق الاوسط هي سياسه متدنيه التدخل، وهي غير معنيه، على الاقل تريد ان تحيل هذه الملفات العالقه في الشرق الاوسط بما فيها سوريا لقوى اقليميه فاعله. لذلك يبرز الدور السعودي اليوم الذي يسعى الى لعب دور الزعامه العربيه، والزعامه العربيه يجب يعني لا يمكن ان تمر الا من خلال دمشق. دمشق يعني وزن سياسي ووزن جغرافي كبير جدا. عوده الى موضوعك، ما الذي يريد الاتحاد الاوروبي؟ اعتقد ان اوروبا متفقه تماما على ان ما تم السياسات التي تم التعامل فيها مع سوريا خلال 10 سنوات لم تاتي بثمار ولم تاتي بنتائج. لم تسقط الدولة السورية، لم يتنحى الأسد، لم يحدث انتقال سلمي للسلطة، بل العكس تماما، هنالك واقع يقول عكس ذلك في الأراضي السورية. لذلك تريد الاتحاد الأوروبي على الأقل أن تضع إطار سياسي لعملية التطبيع مجددا مع النظام السوري. هذا الحديث تحدث عنه مصر، تحدثت عنه أنه على الدولة السورية أن تجري بعض التفاهمات السياسية مع المعارضة السورية المعتدلة كما أسمتها، وهذا تحدث عنه سامح شكري وزير الخارجية المصري. الأردن ما الذي يريده؟ الأردن واضح جدا في 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 موقفه، وأعتقد أن الاتحاد الأوروبي كممول وداعم ليقدم تمويلات يريد أيضا على الأقل إحراز عملية سياسية ملموسة. واعتقد انه جزء من التفاهمات التي قد تجري لاحقا مع الدوله السوريه هو في اجراء انتخابات وفي اعاده النظر في العلاقه مع المعارضه السوريه بشكل او باخر. اعتقد هذا مقدار التنازل الذي قد تلجا اليه الدوله السوريه، واعتقد ليس اكثر من ذلك قد يحدث.
لكن في النهاية في السياسة لا يوجد هناك لا عدو دائم ولا صديق صحيح. دائم، هناك شبكة مصالح هي التي تحكم. شبكة المصالح التي كانت قبل 10 سنوات تقول بإسقاط الدولة السورية، اليوم شبكة المصالح تعيد النظر في العلاقة مع سوريا وتسعى إلى إعادة إعادة الشرعية. ترتيب العلاقة وإعادة تطبيع وشرعية الدولة السورية أمام المجتمع الدولي على الأقل. طيب، هل نتوقع تغير بالموقف الأوروبي إذا سيد أيمن؟ يعني كما ذكرت قبل قليل وحضرتك بتعرف بأنه هناك عقوبات أوروبية على أقطاب السلطة والحكومة السورية، هل نتوقع رفع هذه العقوبات وتغير بالموقف الأوروبي تجاه دمشق؟ أنا أعتقد أنه قانون قيصر وباقي القوانين والعقوبات التي فرضت على الاقتصاد على سوريا قد يعني تم كسرها ضمنيا بعد حادثة الزلزال المدمرة، وأعتقد أنه هذا وفر نوع من الأريحية للدول أنها ترك مساحات للمناورة وللتحرك في كسر الحصار، لكن كسر الحصار سيكون تدريجيا. وأعتقد أنه في المرحلة المقبلة ما الذي يريده الأوروبيون، أعتقد أنه سيبقى في نوع من العقوبات المفروضة على سوريا تحديدا على بعض الشخوص في الدولة السورية، لكن من المهم جدا مصلحة أوروبا في المنطقة هي في مصلحة استمرار بقاء الدول ذات الشرعية، الحكومات ذات الشرعية، وهذا سيتطلب انه سيكون هنالك تنازل من الاتحاد الاوروبي بخفض مستوى العقوبات الاقتصاديه والسياسيه المفروضه على دمشق. طيب، سؤالي الأخير لحضرتك، ما هي الأدوات التي تملكها الدول العربية لدعم الحل السياسي في سوريا، لدعم المبادرة الجديدة من قبل الأردن؟ خاصة ما الأدوات التي تملكها الأردن، وما هي العوامل التي تؤسس لبناء حل سياسي شامل ودائم في سوريا؟ بلا شك الأردن منذ اللحظة الأولى كان يدعو إلى حل سياسي في سوريا، والحل السياسي في سوريا هو مصلحة استراتيجية قومية للأردن. الأردن غير معني في سقوط الدولة السورية، وفي غير معني في الاختتال المستمر اليوم بين الأشقاء السوريين. ما هي الأدوات؟ أعتقد أنه الأزمة السورية وصلت إلى مرحلة من التعقيد في السنوات الأخيرة، لأنه الفصائل والقوى المتنازعة اليوم في سوريا تتبع إلى أجندات، وهذه الأجندات تحركها أمزجة الدول في الإقليم، بمعنى أنه الدول الإقليمية إذا هي التي تؤثر على الوضع السوري وليس العكس. أعتقد أن التفاهم السعودي الإيراني مؤخرا قد يسرع في العملية السياسية في إيجاد حل سياسي في سوريا، باعتبار أن المشروع السعودي والمشروع الإيراني يعني هم أكثر المشاريع المتنازعة. يبقى أمامنا الطرف التركي، والطرف التركي لديه مصلحة أيضا في خواصر الرخوة جهة الشمال السوري ومعبر باب الهوى، وهو يريد أيضا تفاهمات أمنية تضمن عدم انسحاب القوى الفصائل المسلحة من الأراضي السورية إلى داخل العمق التركي. فأعتقد أن الأدوات هي مرتبطة بمقدار ما ستتوصل إليه الدول الإقليمية اللاعبة بشكل أساسي والبارزة في المشهد السوري. في حال توصلت هنالك تفاهمات، أعتقد أن هنالك ستخرج الأدوات بعدها في إيجاد حل سياسي في سوريا. بعد ذلك فإن يعني سيلعب لعبة شراء نعم، الوقت ومعركة عبد الأصبع. أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به وكل هذه القراءة من عمان. أيمن الخطيب محلل سياسي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، فاصل قصير ونعود لمتابعة ما تبقى من حديث.